أعلن وزير التنمية المحلية هشام أمنة عن دخول 183 مجمعاً حكومياً من إجمالي 332 مجمعاً مستهدف تأسيسها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من 228 مشروعاً من مشروعات الإدارة المحلية بقرى المرحلة الأولى، والتي تشمل نقاط الإطفاء والأسواق والمواقف من إجمالي 351 مشروعا، وتم استلام 206 مشروعات للبدء في إجراءات تشغيلها خلال المرحلة الجارية.